أدرج تصنيف ويبو ماتريكس 81 مؤسسة تعليمية مصرية في نسخة يوليو من عام 2024، وأبرز هذا الإصدار من التصنيف إدراج 5 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وجاءت جامعة القاهرة في صدارة قائمة المؤسسات التعليمية المصرية المدرجة بالتصنيف في الترتيب 29 بعد 500 عالميا، تلتها جامعة الإسكندرية.